ضيف فريد في رمضان على قناة أنفاس بريس هو فنان مسرحي سينمائي جواد العرفاوي. مرحبا بك على أنفاس بريس ورمضان مبارك سعيد. أهلا وسهلا، رمضان كريم لكل الجمهور المغربي داخل أرض المغرب أو خارجها، وشكرا لقناة أنفاس بريس. كتعرف الطرائف الرمضانية كتختلف، شي طريفة وقعت لجواد العرفاوي في رمضان؟ شي طريفة كانت وقعت لي واحد الطريفة في 2010 في رمضان نيت، في رمضان، في ليلة رمضان كان داز واحد السلسلة سميتها ميتاجال كيعرفوها كاع الجمهور المغربي، والغد كنت انا غادي للقيصرية على اساس اني نتقدى شي اغراض، وكتعرف في رمضان مع العواشر كتكون القيصرية عامرة. دخلت مع الباب ديال القيصرية عاتف كيبان لي العيالات غادي نهربات او كنديرها يعني انا تخلعت، قلت لك ما كاين شي واحد وراي هاز شي جنوي ولا شي سقف غيطيح من الفوق ولا شي حاجه، هما خايفين منك حتى، هما خايفين مني انا بكل تو. هي هذيك انا جمدت في بلاصتي كنديرها، واحد السيد كيبيع ويشري تما، واحد مول الحانوت كيشوف فيه وكيضحك، قلت لي انا قلت لك ما كاينش، وقال لي ورا خايفين منك انت شافوك في فيلم البارح. يعني انا شان نقول لك، انا وليت في واحد الوضع محرج، ما عرفتش كيفاش ندير، واش نزيد لقدام ولا نتوخر لور. بقيت واقف في بلاصتي شويه، ضرت رجعت ما شدوكش العيالات نتفوق بعدا؟ لا راه تخلعوا، هما ماشي زعامه منهم انهم راه هربوا، راه خويتي القيصريه. لا انا رجعت صافي، خرج مع الباب ديال القيصريه، طلعت بحال هادي درت مناقص كاع، ما بقيت خديت حتى واحد، حتى ديك الصخره اللي كنت غادي لا صيفط غير اختي اللي غادي مناقص، عاوتاني نمشي عاوتاني القيصر يولي بنادم غادي هارب تولي واقع خاطر يهربوا الرجال قبيله يهربوا العيالات كيهربوا الرجال. شي بان ليا ويا سي جواد، كاين شي اعمال فنيه في هذا رمضان ان شاء الله؟ نعم في رمضان ان شاء الله اعمال، كاين سلسله اشهد عندي ضيف شرف اللي هي من اخراج الاستاذة صفاء بركه. العنوان ديالها شنو هي؟ اشهد اشهد مع الفتي في فواحد الحلقه بعنوان هيلمان. انت هو هيلمان؟ لا راه هو هيلمان، هو انا صديق ديالو، وكذلك شاركت في سلسله صلاح وفاتي في واحد الحلقه اللي لعبت فيها حكم ديال المقابله في كره القدم. لعبتي الاربيط؟ لعبت الاربيط وعطيت شويه ديال الصفرات وشويه ديال الحمرات. وقيل هما اللي جروا لك هذا الخطا؟ لا جري، لا خرجش يعني تجاوزوا القانون. وكذلك كاين واحد الفيلم التلفزي كنتمنى انه يتبرمج رمضان، لان حاليا باقي ما عنوش على الافلام اللي غدوز على القناه الاولى، واللي هو الفيلم بعنوان الباطمه 42 من اخراج هشام العسري. لا عنوان ديال الفيلم الباطمه 42 من اخراج هشام العسري، و كنظن نسيت حاجه وقيله. كنبغي نبارك لكاع المغاربه داخل ارض الوطن وخارجها، وكنشكر الجاليه المغربيه بالخارج لانهم كيحبوا المغاربه وكيحبوا الفنانين المغاربه وكيرحبوا بهم. اش تقول لهم؟ كنقول لهم حتى حنا راه كنحبوكم، وكنقول لهم رمضان كريم.